كابتن هاني قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء. احنا كلنا اكيد زعلانين، جماهير النادي الاهلي زعلانه ما فيش شك، ولا ده احنا النادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم من شقين. الشق الاولاني اللي لازم برضو نتكلم فيه بكل امانه، انت النادي الاهلي انت بتصل للمباراه النهائيه، مش هقول في ثلاث سنين، في اقل من ثلاث سنين، في سنتين بتوصل للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا الاقوى على مستوى القاره، وبتحصل على بطولتين. ده جزء لازم نفتكره كويس قوي. ساعه الغضب اكيد بتبقى كلنا غضبانين وزعلانين، لكن كمان لازم نقدر جزء مهم جدا ما انجزه اللعيبه. ولسه كان كابتن اسامه بيتكلم، ده جيل ممتاز وجيل مميز جدا للنادي الاهلي. ممكن نتكلم على اخطاء كتيره جدا جدا النهارده، ممكن نتكلم على ان النادي الاهلي كسب نفسه. يعني انا في اعتقادي الشخصي الاخطاء اللي وقع فيها لعيبه النادي الاهلي على المستوى التكتيكي على المستوى الفردي كانت سبب رئيسي في الهزيمه. توقيت الاهداف او توقيت الاخطاء اللي وقع فيها اللعيبه كمان كان ليه عامل مهم. انت في الدقيقه 14 الشوط الاولاني وفي اول بدايه الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني فانهت الامور. السيناريو صعب جدا، بلس انك كنت نازل متوتر، بلس ان الاجواء ما قبل المباراه كانت اجواء صعبه. ما حدث هنا في القاهره كان برضو اجواء صعبه، كنا نتمنى ده ما ياثرش على اللعيبه. واضح ان كان في جزء من هذا التاثير، وهقول التاثير دوت في لعيب لعيب مميز جدا. مزبوط. عبد القادر. مزبوط. لما تبص لعبد القادر، اولا ادى مباراه، اكيد شفنا مباراه سيئه، لكن ليه مباراه سيئه؟ لانه كان متوتر جدا. كان واضح ان في جزء من الخوف دخله، لان مش هتقدر تقول العامل البدني لانه مش موفق اول ربع ساعه، وبالتالي انت بتستبعد العامل مش البدني، مش معتاد على اللعب في الاجواء دي. ممكن يكون اتأثر شويه، ماشي، المفروض يكون هو لاعب النادي الاهلي، لكن جزء من التاثير ده اثر على عبد القادر. مظبوط. عندنا توتر جدا في الحته اللي ورا، خاصه الشوط الاولاني سببها الاهداف. اخر ربع ساعه من المباراه اعتقد لو كان النادي الاهلي بهذا الحماس وهذا الاصرار على انك حتى تجيب جول كنا ممكن نحرز هدف. يعني الوقت اتاخر بينا جدا. العوامل الفنيه اكيد ليها تاثير، احنا مش عايزين نضحك على الناس. النادي الاهلي النهارده مش في مستواه، معظم لعيبه النادي الاهلي مش في مستواها. عايز اقول ان كمان على الاداره الفنيه كمان كان ممكن التغييرات تحصل بشكل بدري شويه، كان ممكن تاثر على نتيجه المباراه. ده لازم نقوله، بنقول مبروك لنادي الوداد، لان زي ما الكابتن علاء قال تحس ان في نوع من انواع الاصرار الاكثر، الرغبه اكثر شويه، واحنا مش متعودين ده على النادي الاهلي. في اعتقادي الشخصي احنا لو حتى لغايه الدقيقه 80 كنا جبنا هدف الدنيا كانت هتقلب، كان ترجع لاجواء المباراه. لكن خلينا نتكلم بكل امانه، النهارده ما كانش يوم كويس لفرقه النادي الاهلي على مستوى الاداء، على مستوى التحضير، على مستوى كمان التماسك داخل الملعب بشكل كبير. صحيح. اخطاء كتيره جدا على المستوى التكتيكي، على المستوى الفردي، لعيبه كتيره جدا النهارده خارج الفورم مستواها. ده جزء هنتكلم فيه لان احنا بنتكلم بكل امانه، لكن مع واحنا بنتكلم كده ما ننساش ان هذا الفريق خلال سنتين احرز بطولتين افريقيا، احرز البرونزيه كاس العالم، وصل لنهائي البطوله الثالثه، وصل البطوله الثالثه على التوالي. واحنا زعلانين لازم كمان نفتكر الجزء ده. يعني مش عايزين احنا دايما بنلوم على اللعيبه ونلوم في اخطاء و و و، لكن مش عايزين عمليه. صحيح. الذبح، نبص للجوانب الايجابيه برضه. بالظبط، احنا بنتكلم في اخطاء و و و، لكن هذا الجيل كمان جيل مميز جدا من اللعيبه، وصل للنهائي ثلاث مرات على التوالي. على الشكل الاخر، الشكل الاداري، النادي الاهلي عمل اللي عليه وزياده على مستوى. صحيح. مجلس الاداره، على مستوى الكابتن سيد عبد الحفيظ، على مستوى كل اعضاء مجلس الاداره، بدايه من الكابتن محمود الخطيب، اثبت حقوق النادي الاهلي، اثبت وقعات كنا مصرين على حقوقنا. دي جزء اتكلمت فيه قبل المباراه، كان لازم النادي الاهلي يعمل كده. ايوه. الجزء الاداري، الجزء الفني لا، في دفوهات وفي اخطاء ممكن نتكلم عليها. هارد لك للنادي الاهلي النهارده، كلنا طبعا زعلانين، لكن خلينا نبص لقدام. ودايما النادي الاهلي في الفرح والحزن لازم يقفل على طول الصفحه. عندنا دوري خلاص، احنا زعلانين لكن ده يترجم بقى ان شاء الله باذن الله في بطوله الدوري. عندنا مؤجلات كتير، نبدا نظبط اوراقنا باذن الله. صحيح. ان شاء الله.